طوبى عنده ما عرفت مين جايبهم، تخني عليا على غفله كلشي تصور. وكان هو تما؟ كان هو تما هو وصاحبو. بحيث بقينا حاضين تدخل الدار. حيت انا كنقول راه دار لك ودار لك ودار لك. قال لي ما كاينش ما اكثر بان التصويره ديالي قدام صحابو ما كيتخباش. قال لي ما كاينش ما اكثر من التصويره ديالي. قال لي راها مخشيه في كرش قطة راها تدور هنا. أو انا في داري عندي طواليت روميه وطواليت بلجيه. قال لي ليله كامله وتصويرتك في الطواليت. قال لي مخشيه. قال لي ولا غد لي قدامنا حلها. قال لي فراست بانه حتى حساك وسامحوني لي سيرجيت ايجينيك جاولي كان كيهزهم ليا. هذا خوك خويا. صوفيا. صوفيا صوفيا نسيت اسمك الحقيقي ياك؟ ما تسمعكش؟ قلتلك راه حنا دازين اون ديريكت؟ وي راك على المباشرة صوفيا. صوفيا نقلب عامر خويا. عامر وبغيت بالعكس بغيت العمر الحمد لله غير بغيت ماشي نخويه ما عمرو يخوى حيتاش الجرح شويه ثقيل وقاصح. شوقتينا صوفيا نعرفوا قصتك. تفضلي صوفيا. يمكن تكون عندي 39 سنه. اي ما شاء الله. عايشه في فرنسا. هذه المده ديال 20 عام. عندي بنيه. الله يخليها لك يا رب. زوجة ومطلقة ربي يخليك خويا. دونك خرجت من المغرب وانا عندي 19 عام. زدت واحد العائلة اللي هي فقيرة وبزاف بزاف بزاف بزاف. بيناتنا 8 الخوت. بون تسمح في خوتي الصغارين دونك كاين اللي كبر مني وكاين اللي صغر مني. كان الحلم ديالي بانني نعاون ماما. ما نكذبش عليك تزوجت واحد الزويجه اللي هي زواجه نقولوا باش نقد راسي ونقد ماما. بقى واحد خوتي صغار مني. المهم جيت وخدمت و بون زواج شويه بالغصب حيتاش ما كانش على حب. كومين 19 عام كنت مازال صغيره. جيت وخدمت والحمد لله كفيت وكافيت. النهار اللي خرجت من المغرب وعدت ماما قلت لها ماما قالت لي نعم. قلت لها راه غادي نهزك حتى تموتي ولا نموت. وفيت بهذا الوعد 24 عام. هادي وقول لي شي باش هادي واحد العام. مرت بون خاي كبر اختي كبرت الاخرين بون كبارين كل واحد بحياته. شريت لابارتمون الاولى لماما شريت لها الثانيه. بون مصروفها كان شهريا تقريبا ماشي شهريا يعني مندا صحيحه. برافو. يمكن كنزولها من راسي ونعطيها لها عادي. هذا كان واجب ليا. برافو. المهم دست في واحد العام اللي هو شويه كان مكهرب. مرت العام اللي فات. بقاو كيدوزو عليا شي حوايج اللي هما بيزار. بديت نضعف. بدا شعري يهبط. انا شعري كان شنقول لك كنت يعني تقريبا الناس كيعطيو به المثل. ما خليت ما دوزت تحاليل ما خليت ما يعني ما كاينش ما اكثر من دي زاناليز جينيتيك درتهم. لي زاناليز جينيتيك الناس اللي عايشين هنا في فرنسا غيعرفوها بانها كدوز على المحكمه يعني تخرج داك التحاليل باش نعرف شنو عندي. حيتاش طيحت اكثر من 19 كيلو في مده 7 شهور. شعري تيهبط كله. المهم انا بالنسبه ليا ما عرفتش شنو عندي واش عندي ان كونسير ولا ما عرفتش شنو عندي. دخلت لوبيتال ما لقاو عندي والو. كيقول لك مدام ما عندك والو كتخسري غير فلوس كاع الخوا الخاوي. جاب الله العيد الكبير العام اللي فات هبطت للمغرب. هبطت لعند ماما واختي وخاي مع بنتي فرحانه كيف النار. حالي تقلب حسيت براسي ماشي هي هذيك.
رجعت دوز شهر ونص معايا، المهم مشكل مور مشكل. رجعت لفرنسا حالتي مقلوبه، ما بقيتش كنعس، وليت كندخل للسبيطار كندير لي واحد لاباري باش نبدا الناس. تسمح لي طولت عليك، رانا اختصرت. شوف لا 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 شوف بالعكس، انا انا لا شك الناس باغيين يسمعوا القصه، بالعكس بغينا نسمعوها. خذي راحتك. نعم. انا تسمعوك. كان اختصر لك باش ما نقنطش الناس. لا 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 بالعكس بالعكس، بغينا نسمعوها. انا ماشي باش نقنطي، احنا بغيناك تخوي. بغيت ناس ياخذوها شويه عبره، ولا انا كنكره داك الكلمه الانانيه. ما كنحملش الانسان يكون اناني، ولكن مالوروزمون الدنيا علمتني بان خاصك تحب راسك قبل ما تحب الناس من ما كان. من ما كان. المهم دوزت واحد شهر ونص في المغرب، اش غادي نقول لك؟ ما بدا فلوس الناس معايا، بنتي اوسبيتاليزاسيون دو فوا، بنتي يلا عندها 16 عام 17 دابا. اوسبيتاليزاسيون ما بقيتش كنفهم، بنتي خارجه داخله الكلينيك في المغرب، طوموبيلتي تحت اون بان، المهم واحد العميزار ما نقولكش. حياتي تقلبت من شهر واحد ديال 2022. بديت كنقول بان انا شنو واقع لي في حياتي. ما يمكنش، انا كنت كنقول بان الحياه كتخبى لك شي حوايج، كيكونوا شي مطبات في الحياه وكنت واجد ليهم. المهم اوسبيتاليزاسيون مور اوسبيتاليزاسيون، وليت كنولي يمكن نضرب 4 ايام 5 ايام نعس ما كنعسوش. هذا مع قله الماكله، مع قله الخاطر، وزيد عقلت الناس. وصلت لواحد ليطاب ديال لوسبيتاليزاسيون اللي الطبيب بدا كيقول لي مدام انا جو نو بو ريان فيغ، راه ما عرفتش الحل ديالك شنو هو. يعني مع اننا عايشه هنا في مدينه بانها معروفه بالطب، يعني اول مدينه معروفه بالطب هنا في فرنسا. دخت قلت حالي تقلب، ما بقيتش عارفه راسي من رجلي. ضعفيت هبط، ديزاناليز قلت لك توصلوا حتى للمحكمه وخاصني نمشي ونقبض كما كيقولوا في المغربي نموت تيق ولا ما عرف شنو باش نخرجهم. دخت حرت تلفت. المهم دوزت من شهر واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سبعه هبط للمغرب، ثمانيه رجعت، تسعود جلست هنايا، عشره غادي يعطي الله خيرو، عشرة شهر عشرة وليت كننسى فين أنا وفين واقفة، فين غادا وفين خاصني نمشي ومنين جاية. ما إن أنا خدمتي خدمة حساسة شوية، خدامة في داكشي ديال الأوتولغي، ستادير عندي واحد لا ريسبونسابيلتي اللي هي تقيلة، عندي توسكي ريزرفاسيون، فلوس دي عباد الله كتحكمني نتيا. مبقيتش كنعرف خدمتي كي غنبداها وكي غنساليها. جاب الله واحد النهار خارجه من كنت في الخدمه، لو ديريكتور ديالي كيهضر معايا، تنشوف فيه تيشوف فيا، هزيت الساك ديالي من البيرو، هزيت صور طوموبيلتي وخرجت من الخدمه. انا مازال ما مساليش الخدمه، خرجت ما عرفتش راسي فين غادا. لقاوني البوليس تلفا تنبكي هنا، قال لي مدام مالك؟ قلت لهم انا جنوس ما عرفتش شنو. جاب الله واحد صاحبتي من هنا عيطتني مغربيه من هنا، دوز لها البوليس، قال لها البوليس واش مدام لا تعرفيها. دونك انا تلفت، تلفت بعبر بانني الانسان تيهضر معايا وانا ما تنعرفوش. من كنت كنوزن 82 كيلو، انا كندير لا بوكس كوميم اون بوا لوغ، حتى وليت كنوزن 52 كيلو. تلفت داوني لوبيتال هنايا، تعرف هنايا غير لي كالمون، هدوني بلي كالمون بوندو واحد 10 ايام. ناسا جا
واحد الانسان عزيز عليا الله يذكره بخير، واحد الصديق ديالي ايبان من الجامع هنا سي مصطفى جاي زورني قال لي يا بنتي خرجي من هاد البيطار، هاد الشرا ماشي هو هذاك، غادي نبدا بواحد لي طاب اخر بانني انا ذاتي عمرت كلمه يعني ما كيخلينيش ترفق. تيقول لك هادي شنو واقع لها خاص الدماغ ديالها نحبسوا لها شويه بوقف سهوله. المهم السيد هذا الله يجزيه بخير رجع وبدا كيدير لي الرقيه الشرعيه، قال لي بنتي رجعي لصلاتك، كنت غير ما كنتش كنصلي، قال لي رجعي لصلاتك. وكيعرفني بانني بينيفول في الجامع ديال هنا في المدينه هادي، زيد كنت على الجامع كل ما كنت كنوقف باب الجامع وليت نطيح. خويت المغرب صغيرة وما عنديش واحد الفكرة على هادشي اللي كان يكون مخبي عليا. مع هذا بديت كنفكر راسي، عيطت للرقاة اللي كنعرف جاو، وليت تنعس بالسبعة ثمانية سوايع، حتى وليت انا تنهضر تنقول فلان وفلانة وفلان وفلانة. هاد فلان وفلان هما لا سوربريز شويه، هاد فلان وفلان هما دوك الناس اللي خدمت عليهم 24 عام من حياتي، خاي واختي. الاخ ديالي عنده الدكتوراه في الفلسفه في لا لونغ اسبانيول، اختي في لا ثوازيام اني دو لا فاك دو دو. انا فاش كنت كنهضر وكيبقى راقي تيرقي فيا، انا ما كنتش كنعرف راسي شنو كاين. وقع يوقع لا غدي نط ما قالوا لي والو، بديت كان اتاكي يعني قيام الليل اذكار الصباح والمساء، يعني صافي خبت في 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 ديني، الراحه ما كانتش. مي قلت خاصني نوصل لشي حاجه وكثرتها بالدعاء الله سبحانه وتعالى، واللي تنصوم 6 ايام في السيمانه مع انني ما كناكلش. بروفيت انني صوم كناكل كناكل نهار في السيمانه. جاب الله بانه بداو كيجوني شي منامات، مشيت كنعيط لصحاب خويا اللي تعرفت عليهم في هذا الصيف هذا، عرفني بهم مانني انا شاريه دار ومقلته هو بوحده، وشاريه الماما دار والاختي دار وجالسين بوحدهم. عيطت لواحد الصديق ديالو قلت له اسمح لي فلان راه كتجيني شي منامات في راسي، عافاك شنو خويا شنو كاين. بالعربيه تاع عربي قال لي بان الاخ ديالك راه فقيه، يعني فقيه يعني مش عويد ماشي فقيه حاشا لله. وقلت له انا يعني قال لي واش مضرورة اختي فلانة، قلت له قال لي قبت طيارة اجي للمغرب على غفلة وغادي تلقايه جالس في الدار. مشيت فيكتيما تلقى داكشي اللي قال لي صاحبه هو اللي كاين يعني هاد النهار اللي قبل مشيت إيفيكتيفمون خاي مشاويد، إيفيكتيفمون خاي وكلني سم اللي نقد نموت به شوية بشوية. وملي دخلتي عليه شنو لقيتي في الدار؟ كيفاش عرفتيها؟ دخلت أنا ودخلت خاي الكبير، خاي الكبير اللي هو من الرباط. يعني عيط لخاي دونك بحال هاد النهار أنايا حلمت المنامة، لا غد لي عيط لخاي قلت له شنو كاين شنو كاين خاي مال الكبير، قال لي ما تهبطيش بوحدك. تلاقيت انا وصحاب هذا الاخ الصغير حاجه لله واش يكون اخ، وجا خويا الكبير دخلنا عليها على غفله. ايفيكتيفمون دخلت لقيت داكشي كلشي في فيلمي، يعني صحاب الله يجازيهم بخير، يعني الناس ما صرفتش فيهم الخير بزاف ووقفوا معايا. تصور داكشي كله، لقينا تصور عباد الله، لقينا شباب خضر حمر صفر كحل. غضب الله
شي بخور شي درابوات، ما عرفتش نقول لهم نتوما داك الخضر والاحمر، المهم شي درابوات مطروزين بالصفر، شي بخور شي تسابيح شي شمع شي ديزاباجور تبعها، المهم شي كتوبه عنده ما عرفتش مين جايبهم، تخنى عليا على غفله كلشي تصور. وكان هو تما؟ اه كان هو تما هو وصاحبو. اه حيت اش بقينا حاضين تدخل للدار. حيت انا كنقول لصحابو راه ما يمكنش، خويا راه عنده الماستر، رانا شحفت على خويا باش يقرا، راه ما يمكنش. دخلنا ولقينا كلشي هكا، ثلاثة صحابو انا وخالي الكبير دخلنا معاه، لقينا روينا في الدار تصور عباد الله. ما دخلت قلت له اسمح لي نقدر ندخل لداري، قال لي مرحبا، ما ضربتوش ما غوتش عليه، حيت ديجا اللي داز عليا عام مازال ما اثر فيا، وفاش دخلت وتصدمت في خاي اللي هو خاي اللي كنت كنظنو وكنعتبرو ولدي ماشي خاي، مع انني انا اكبر منه غير بخمس سنين، كنت دائما تنقول خاي واختي ولادي هادوك. ما علينا، دخلنا قلت له صاحبك قال لك بان درتي لي ودرتي لي، تيقول لك لا، حطينا له القران وحلف على القران بانه ما دار لي والو، مع ان صحابو كانوا جالسين في داري معاه قالوا لي فلانه راه دار لك ودار لك ودار لك، قال لي ما كاينش ما اكثر بان التصويره ديالي قدام صحابو ما كيتخباش، قال لي ما كاينش ما اكثر من التصويره ديالي، قال لي راها مخشيه فكرش قطة راها تدور هنا. او كيفاش فكرش قطة تدور تصويرش؟ ما نكذبش عليك. تصوري هلا ما كيقولوا هما والعلم عند الله بانه تصوري وتصور بنتي ملوين في طروف هاد الكحل دي بغدور ديالي كحل، ومعلقين في واحد الغابة عندنا في المدينة فين عايشين، ما كاينش ما اكثر بان التصويره ديالي حاشيها في طواليت حاشاك البلجية، انا في داري عندي طواليت رومية وطواليت بلجية، قال لي ليلة كاملة وتصويرتك في الطواليت، قال لي مخشية، قال لي ولا غد لي قدامنا حلها، قال لي فراست بانه حتى حاشاك وسامحوني لي سيرجيت ايجينيك ديالي كان كيهزهم ليا. هذا خوك خويا؟ اه ما علينا، هادشي كله انا ما ثقتش، يعني هادشي انا مازال ما قلتش اه، انا دائما با ان بعض الظن اثم. عاودوا لي شي حوايج اللي هما ما يمكنش، قال لي كيقولوا لي اصحابو اختي هاد الخدمه ديالك راه خدمت قدامنا، قال لي النيله اللي وصلتي من فرنسا، قال لي راه كان جالس معانا، قال لي 17 التصويره ديالي ودبنتي مطلسين بالدم، ديالي ودبنتي ملاصقين مطلسين بالدم، قال لي نعست عليها الناموس النيله اللي وصلتي. كان كيقول لصحابو بان هذيك الدار ديالو ماشي ديالي. ما علينا كلشي ديال الله، ما علينا، هادشي كله عاودوا لي صحابو قدامه هو تينكر، حطيت له القران احلف على 60 حزب بانه ما دار والو ليا انا بالخصوص، ما دار والو، مع ان لقينا تصور ناس اخرين بانه ما دار ليا والو. لغد ليه السنديك تيعرفني مزيان، انسان طيب، سمع الصداع سمع الغوات بارشيا، قال لي فلانة، قلت نعم، قال لي هاد الحريرة هادي خاصنا نعيطو البوليس. نطق خاي الكبير قال له يا إما غادي تقول لينا داكشي اللي داير لختك الكبيرة فين راه، ولا غنعيطو البوليس. حلف بالليل بأنه ما داير ليا والو على القرآن على 60 حزب، من لقت لي فاش سمع البوليس هزني وقال لي اه خدمتك كلها راها موجوده،
خدمتي اللي خدمتي لي انا، وي خدمتك اللي خدمت لك انا. فين مخبعها؟ مخبعها عند دار ماما. انا داك الساعه تنقول لا ما يمكنش، هزيتو هزيت خيال كبير وصحابو وهبطنا لدار ماما اللي هي داري حتى هي ساكنه ماما فيها. هبطت ما هدرتش مع ماما حيتاش ماما ديابيتيك، ما هدرتش معاها. دخلت قال لي ها الخدمه ديالك، ايفيكتيفمون اللي قالوا لي الدراري كله لقيتو، لقيتو مخبع في واحد الدكانه حاشاكم فوق التواليت عافاكم الله، فوق التواليت مخبيه في واحد القنص. هادشي اللي عاودوا لي الدراري هو اللي كاين. شنو شنو مخبي؟ داكشي كله عندي بالفيديو. تقدر تصيفط لي الفيديو؟ افيك بليزير، غير الوجوه ما يبانوش. لا ما نبينوش. فوالا انا نغطي الو. الو؟ يا اوكي ما سمعتكش تبكي؟ قلت لك انا نغطي الوجوه. واخا. مي لي زيماج داكشي غادي في الصوت راه تشوف كلشي بعينيك. واخا. يا اوكي بروبليم. طلعت الدكانه هبطت لقيت بان حوايج حوايجي عاقدهم ليا، حاجاكم سليباتي عاقدهم ليا، ميم لي سيرفيت جينيك ديالي كاينين. وتصور بنتي هبط داكشي، انا بديت نقرا القران، عيطنا الامام داك الساعات جا قرا القران على داكشي. فاش كنقول له انا ما حشمتيش درتي فيا هادشي، انا اللي كبرتك وربيتك، قال لي ماشي غير انا حتى اختك. قلت له كيفاش تاختي؟ قال لي حتى اختك تخدم عليك. قلت له كيفاش؟ قال لي اه اختي الصغيره اللي طروازيام اني ديال الدروا. قال لي وي، ولو يتفاضحوا قبالتي بيناتهم. ما كنتش انا، كان خويا الكبير. صدمتي، خرجت من داك الدار باش ناخذ شويه الهواء، رجعت ونرجع عند ماما. قلت لها ماما، قالت لي نعم. قلت لها كي جاك هادشي اللي دار ولدك؟ قالت لي صحابو غدروه. قلت لها كي جاك صحابو غدروه؟ قلت لها عرفتي شنو دار لي؟ قالت لي الشيطان تيغلب. قلت لها كيفاش ماما الشيطان ويغلب؟ قلت لها فراسك راه وصلني للموت. ما سمعتش داك المسامح كريم، ما سمعتهاش. قلت انا الخوت يمكن يغدروا على الفلوس، يمكن يغدروا، ما انني انا دار كتبها لهم سميتهم جوج. خفت عليهم من دوائر الزمان. قلت هاد جوج ما زعما خدموش، نكتب لهم هاد الدار بجوج. ما تعرف الحياة والممات بيد الله، عارفين شنو عندي في الكونت، ما تنخبي عليهم والو. قلت بيضا يستروا في هاد الدار هادي اللي كاتبه لهم جوج، خويا يتزوج، اختي تزوج، يمكن انا حبت الخدمة ضروري في ما تساعدنيش باش نعاونهم في زواجهم ولا، وما هادي ديالكم. دار انا عندي، عندي داري الحمد لله هنايا، عايشة عيشة كريمة وخلاص، ماشي لاباس عليا، مي الحمد لله. لقيت ماما بانها ما اوكين رياكسيون، ما جاوبت بتاتا. خرجت انا من عندهم، مشيت للطبيب، بيز دو تونسيون، بقيت اوسبيتاليزا ليلة كلها، لا غد لي جيت بحالي. هادشي في اكتوبر ديال العام اللي فات، هذا ديال 2022. واي خويت المغرب، ما بقيتش غاده نجلس، يعني طيارتي كانت بعد على اول طياره واخده، واخده من 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 مراكش، يعني في المدينه اللي انا هذاك اليومين ما كانش فيها الطياره. واخده الطياره من المدينه اللي فيها انا من مراكش، ومن مراكش لعندي لهنا. جاتني صدمه، قلت انا كيفاش و
واش انا هادو اللي ربيت وكبرت؟ واش هادو اللي حبيت من قلبي؟ واش هادي الام ديالي اللي كتشوفني بانني صحتي نزلت، شعري مشى، المورال ديالي هبط، والغياجي با ما يمكنش. يعني القطة إلا ضربنا لها ولادها راه تترياجي. علاش؟ جيت بحالي، جيت بحالي، حبست الخدمة حيتاش ما بقاش عندي الدماغ باش نخدم. جلست أكتوبر نوفمبر ديسمبر، ديسمبر بديت نتوقد شوية، وكما تيقولوا بغيت ماشي نرد حقي، غير نقول لهم وليك وليدي حقي حقه. جمعت بابا اللي مازال بالحياة، جمعت خوتي الكبار، بون ماما وبابا مفارقين، ما غاديش يمكن يتلاقاو في دار واحدة. قلت لهم شنو كان وشنو كان، يعني خوتي الكبار كلهم عطاوني الحق وقالوا لي بان ندخليه للحبس ومن حقك ديري به اللي بغيتي. قلت له انا ما غاديش ندخله للحبس. قلت له الله سبحانه وتعالى اللي وراني حقي وانا الحمد لله مازال ما متش، بغيت نسولو غير قدامكم نتوما خوتي الكبار علاش دار هكا، واش عمري نقتلو؟ لانه المنضه ديالو كتوصلو كل شهر هو بوحدو. اللي نطقها نطق، قالك طمعت الدنيا، طمعت في الفلوس ديالك هنا وطمعت في الدار. شنو درتيلي؟ اعترف، الاعتراف هو عندي. شنو علاش درتيلي هادشي؟ قال لي باش ما تعوديش تضربي رجليك للمغرب وباش تموتي شويه بشويه. قال لي بغيت نورتك. وسجلتيه؟ بعتها. نعم سجلتيه؟ مسجل بانه بغى يورد. شفت فيها انا شوفها، قلت له درتي هادشي كله علاش؟ على ود الفلوس. قلت له بصح الخطه اللي درتيها نجحت لك، صحتي مشات، شعري مشى، المورال مشى، الخدمه مشات. قلت له ولكن نسيتي افلان واحد القضيه. قال لي شنو هي؟ قلت له نسيتي بان الخطه ديالك بوحدها، ولكن اللي كيبغي الله بوحدو. ما ضبطو، ما غوت عليه، ما والو. فاش ماما قررتو قدام خوتي الكبار وبابا، صدقت خاوية الدار اللي كنت انا مجلساها فيها. انا ما طلبت منها تخوي، حيتاش انا وعد من عندي من كانت عندي 19 عام ولا 18 عام، قلت لها ماما غنهزك حتى تموتي ولا نموت. مع انها وقفت مع ولادها، بقات مع ولادها، ماشي مشكل. يمكن اللي كيتغرب صغير كيتنسى، ولا ما كنبقاوش نبغيو هذاك الحب اللي راسو يتبغى. ما انت المغرب عنده واحد الحب لعائلته والناس والبلاده اللي هو الواحد اللي قد يحس به. يعني كان عندي واحد الحب ليهم اللي هو يمكن ينقصوا من عمري ويعطيه لهم، ولكن الناس اللي دمروني والناس اللي ظلموني والناس اللي قهروني والناس اللي دمروني هما دوك الناس اللي انا كنت عايش على ودهم. الحمد لله فات اللي فات، رجعت شوية الحقوق، ولكن أمر الجرح طيبة، أمر الجرح ديال الناس كنت كتمنى لهم الرضا، كانوا إلا بكاو تبكي معاهم، توكيهم قبل ما تاكل. ما تنهدرش على البراني، تنهدر على خاك واختك والأم ديالك اللي في الأخر عرفت بأنها متفقة معهم على ذاك الشيء. يعني حتى
الام ديالي متفقه معهم على داكشي اللي كانوا كيديروا بجوج. وي يعني هي كانت عارفه كيفاش كيفاش داك الوعد اللي عطيتها مازال انا مدمرني. فاش كنمشيو كنقول لها ماما ولادك شنو داروا لي تقول لي هذوك هزيتهم 9 شهور. كنقول لها ماما انا كتقول لي الشيطان يغلب. فاش هبط شهر 12 قلت لها صافي بغيت حقي بغيت داري بغيت رزقي بغيت داكشي اللي صافي ماما انت هاد الدار غادي جلسي فيها انا ما بغاكش تخرجي منها ياك. ما اننا عندنا دار اخرى ديال بابا اللي هي خاويه. شوف انا نهار اللي مشيت للمغرب وانا مخليها في يد الله يعني تا باش نتعصب ما تعصبت ما غوتش لا على اخوتي ولا على ماما. كنت ديما تنقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قبل ما كنقبض الطياره تنقول له الحمد لله وريتيني حقي كنخليك يا ربي تكمل. والله هما خيبوني وظلموني ولكن الله سبحانه وتعالى ماشي بيه اللي كيبغيني بيني بان الله موجود وبانه حالف ما يخلي حق الظالم في المظلوم. يعني انا كنت كنمشي 15 يوم في العام للمغرب كانوا كيبينوا لي داك الحياه زوينه. عمري ما حسيت بان الضر اللي غيجيني غيجيني من اقرب الناس لقلبي. ولد الهضره كنقول لك ما كيعجبنيش الانانيه ما كيعجبنيش الناس الانانيين ولكن هادشي اللي وقع لي بغيت نكون انانيه بغيت نحب راسي قبل ما نحب الناس. ماما كنت كنقول يا ربي لما تاخذني قبل منها حيتاش ما نقدرش نصبر على فراقها. حتى ولات هي تنشكي لها بولادها كتقول لك هادوك ولادي ما عندي ما ندير ليهم. ماما داروا داروا الكلمه اللي كتقول كتقول لك كان وعدك ما يعاودوش يديروا لك. دار فيها اخويا الكبير قال لها دونك ماما راك عارفه شنو كيديروا مهما كتوعدي بنتك بانها ما غتعاودوش يديروا لها سيكو كنتي عارفه كتسكت. واش تليتيها مع ماما صوفيا؟ انا صوفيا خليتهم الله مع انني مشيت للمغرب بعد عاد هادي 10 ايام باش رجعت. مشيت تحدي باش نعرف راسي واش نقدر ندخل لذاك البلاد مازال ولا لا واش مازال نحط رجلي في المغرب ولا لا. حيتاش الناس اللي من كنت كنمشي هما اللي ظلموني. خليت هذا التحدي وهزيت بنتي ومشيت جلست 10 ايام سمعتها مريضه دقيت عليها وسلمت عليها ماما صافا صافا مالك ماما مريضه قالت لي شويه عيط لومبولونس دان كلينيك جاو هزوها من الدار مشات دارت كاع التحاليل ديالها دارت كاع لي راديو دارت قالت لي نوم نو نو قلت لها لا انت مريضه سيري. جلست واحد ربع ايام ولا خمس ايام هي كانت مازال في الكلينيك كان عندي طيارتي غنرجع. قلت لها ماما انا غادي نمشي بحالي الله يخلف عليك بنتي شكرا. قلت لها هذا واجب ديالي يا ماما. قالت لي سامحيني شت فيها قلت لها ما نعرفش واش نقدم ماما نسامحك ولا لا ولكن هادشي اللي كندير معاك دابا لله
حيتاش ربي وصاني عليك. خلصت لها الكلينيك، خلصت لها كل شيء، قبضت طيارتي ورجعت بحالي. بما جلستش معاها صافي بقات الحكاية هكا. يا قصك قصة بقصة صراحة، فما عرفت شنو نقول لك. صحتك كي ولات؟ صعبة. المهم فاش كنت في المغرب المعتادو عندي فيزيات تجمعوا لي جوج دروقات ديال تما في المدينة اللي أنا فيها. بداو كيرقيو حيت جبت الراقي للدار فين كان هو تيخدم خدمته. دونك الدار كلها تنقات، كلها فوالا تنقات بخرت بالعود بخور طيب. الدار الثانيه من ماما خواتها هي بوحدها، ما خوتلاش خويها حتى هي. فوالا الناس فاش عرفوني رجعت ديوري بجوج، واخا الاخرى مازال على سميتهم، حتىش مازال ما عنديش الجهد باش نوض في المحاكم معاهم ونوض في معليش. من بعد الا كانت فرض غير غترجع لي الناس ولاو تيهضروا، الناس يقولوا اه راك ما كنشمو ريحه البخور عند ماماك ماشي هي هذيك، وراه كانوا كيديروا لي لدى عساوه. وكانوا الناس عاد بداو كيهضروا، عاد بداو كيفرشوهم شويه. جيت انا بقيت كنشوف داكشي ماشي وهداك، عيطت للراقي، واحد الانسان طيب بدا كيرقي الدار، رقاني انا. فاش بدا كيرقيني بديت حاجاكم جوميسي جوميسي، داكشي في شكل ما انني ما كنت كناكل. هادشي في شهر، هادشي في شهر شهر 12، ما انني الماكله يمكن ندوز باليومين ولا ثلاث ايام ما ناكلش. رقاني حاجاكم تقيت. فيغورتوا كي خرجت من عند الراقي عطاني شويه ديال زيت البلديه شربتها، كان داك 8 د الليل. دخلت لعند صاحبتي، ماما قالت لها في الكوزينه وانا ندور فيها. قلت لها خالتي، قالت لي نعم. قلت لها رانا جيعانه بغيت ناكل. قبضتني وبدات تبكي، حيت لمده سيمانه كتقول لي بنتي راكي عزه عليا ما كتاكليش. ايفيكتيفمون تقيت داكشي اللي كنت واكله ومازال خاصني نتقيا. درت الحجامه جوج مرات. الحمد لله صحه صعبه شويه دابا، وليت نخدم مزال ما بقيتش باغا نخدم، ما عرفتش علاش، مي الحمد لله. وليت نرمي مورايا باش نقد نعيش. شنو وليتي؟ وليت نرمي مورايا باش نقد نعيش. برافو. اش نسولك صوفيا ياك؟ نعم. تخيلي معايا في هذه اللحظه، الالاف الناس دابا تيتفرجوا فيك، الالاف الان. نعم. وهاد بنا نحط الحلقه ديالك، يعني راه نقدروا نقولوا شي مليون واحد غيكون غيتفرج فيك، هي المينيم. الا ما تفرجوش فيك غيتفرج فيك مليون واحد. نعم. فراسك شنو غنقول لهم دابا ولا لا؟ تقريبا مليون واحد غيدايب معك، كل واحد يدايب معاه. يا رب. كلشي يدايب معاه بالشفاء، ويفاجئها عليها ويعوضها ربي خير، ويجعل كل من تبقى من ايامها هي سعاده وفرح. يطرع لي ربي في البركه في بنتي. شوف نقول لك اخويا، شتي الله سبحانه وتعالى كيعطينا اسباب علاش نعيشو، وربي كيقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ياك؟ ولكن انا كان عندي واحد الحب للماما اللي هو كان داك الهوى اللي كنت كنتنفسو، بانني في حياتي شحال مره كنت باغي نتزوج. والسيد كيقول لي نتعرف على انسان خطبه ولا، تنقول انا لا ما يمكن ليش نمشي نتزوج ونخلي مصروف ماما ومشاكل ماما، ياك؟ بان الله سبحانه وتعالى خلاف ماشي تلاف. انا كنطلب الى الناس يدعيو معايا الله يجازيهم بخير، ولكن كنوصي الناس قبل ما يدعيو معايا، قبل ما تجرحوا حد، قبل ما تظلموا حد، قبل ما تقهروا حد،
الدنيا فايته ودعوت من الام ودمعت من الام راه عزيزه عند الله سبحان الله حجابه يعني يتراحموا بعضياتهم الناس حس بي ونحس بيك ماشي غير عنده الفلوس خاصني نورتو ماشي غير طيب راه خاصني نظلمو لا الحاجه الوحيده اللي بقات عندي زوينه في حياتي هي واحد الاخ ديالي كبير اللي هو فاش كنقدر كنحس شويه بالامان حتى هادشي اللي وقع لي بلت مده شهرين كنخاف نخرج للزنقه تخوفت من الناس تصور بان الناس ما داروا لكش هادشي بان خاك وختك وكل وقسم باش تموت شويه بشويه